السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد واليوم معنا جهاز جديد من شركة سامسونج قامت شركة سامسونج في السوق الهندي بالكشف عن هاتفها الجديد كليا من سلسلة الآم الشهيرة حيث أطلقت سامسونج جالاكسي M34 5G ويأتي الهاتف الجديد بمجموعة مواصفات متوازنة لا تختلف كثيرا عن ما قدمته سامسونج في هواتفها الفترة الأخيرة وفي هذا الفيديو سوف نعرض لكم سعر ومواصفات هذا الهاتف لكن قبل أن نبدأ اشترك في القناه اذا لم تكن مشترك وفعل خاصيه الجرس ليصلك اشعار كل فيديو نقوم بتنزيله الهاتف ياتي بخامات بالكامل من البلاستيك ويدعم تركيب شريحتي اتصال 5G او شريحه مع كارت ميموري اما شاشه الهاتف فتاتي من نوع سوبر اموليد بقياس 6.5 بوصه بدقه 1080 في 2340 بكسل وبجودة الفول اش دي بلس مع كثافة البكسلات 396 بكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 1000 شمعة مع معدل تحديث 120 هرتز ووجود طبقة حماية على الشاشة من نوع كورنين غوريلا جلاس الجيل الخامس معالج الهاتف يأتي من نوع اكزينوس 12880 نواة مع دقة تصنيع المعالج 5 نانومتر مع معالج رسوميات من نوع مالي جي 68 ومساحه تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 8 جيجا رام كاميرا سيلفي بدقه 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2 تدعم تصوير الفيديوهات بجوده 1080 بمعدل 30 اطار في الثانيه كاميرا خلفيه رئيسيه بدقه 50 ميجا بكسل بفتحة عدسه 1.8 بها مثبت بصري أما الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 ويا الترا وايد للتصوير بزاوية واسعة الكاميرات الخلفية تدعم فلاش لاد وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفول اش دي بمعدل 30 إطار في الثانية سماعات الهاتف الخارجية تأتي من نوع سيريو والهاتف يدعم منفذ السماعة 3.5 ملم مع وجود بصمة الإصبع على زر الباور مع دعم الفيس أنالوك بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 6000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط ويتم الشحن من خلال منفذ بي تايب سي ويأتي الهاتف بالوان الأزرق الفضي والأزرق الفاتح تم تسعير هاتف سامسونج جلاكسي إم 34 5 جي الجديد كليا في السوق الهندي لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر يعادل 230 دولار أما النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يعادل 255 دولار ولبقية الأسعار للدول العربية سوف تجدونها أسفل هذا الفيديو وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو شكرا لكم على المشاهدة وأراكم في فيديو جديد في أمان الله